يعاني معظم الأشخاص في حياتهم من حالة أو أكثر من المشكلات المرتبطة بالعمود الفقري، مثل آلام أسفل الظهر أو آلام الرقبة أو تبارز الغضروف. تقوم معنا هيلث بتقديم علاج شامل لمشاكل العمود الفقري باستخدام طريقة علاجية تسمى علاج إزالة الضغط عن النخاع، وهو نهج علاجي متقدم معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاتحاد الأوروبي. يعد مركزنا الوحيد في ولاية كيرلا، وواحد من بين المراكز القليلة في الهند والتي تستخدم هذا النهج الفريد من العلاج. إن برنامج صحة العمود الفقري لدينا هو علاج شامل غير جراحي يركز على الأسباب الجذرية، وقد قمنا بتطويره لعلاج أمراض العمود الفقري، حيث نقوم بمعالجة حالات مثل آلام أسفل الظهر وآلام الرقبة وتبارز الغضروف وانفطاق النواة اللبية وألم العصب الوركي والداء الغضروفي التنكسي ومتلازمة الوجيهات المفصلية الفقارية والداء الفقاري باستخدام هذا النهج العلاجي الفريد. عادة عندما يقوم المريض بزيارة مركزنا، يجري أطباؤنا وأخصائيو العلاج الفيزيائي تقييماً مفصلاً للمريض، حيث يشمل على تاريخ المريض والفحص البدني ومراجعة تقارير الأشعة السينية والاختبارات الخاصة. واستناداً على هذا التقييم، نتوصل إلى تشخيص ويتم تطوير خطة علاج مناسبة لكل مريض. وعلى الرغم من أن برنامج العلاج مصمماً وفقاً للمتطلبات المحددة لكل مريض، إن البرنامج يتضمن على عناصر مثل علاج تخفيف الضغط على العمود الفقري وإدارة نمط الحياة وجلسات تصحيح الوضع وغيرها. يتيح لنا نظام إزالة الضغط على النخاع بتخفيف الضغط وتسهيل الحركة وتصحيح الوضع. على سبيل المثال، إذا كان المريض يعاني من تبارز الغضروف في الفقرة L4 و L5، فنحن قادرون على استهداف هذه المنطقة والعمل على إزالة الضغط وبالتالي تخفيف الضغط على العصب عن طريق زيادة العناصر الغذائية والأكسجين وتدفق الدم إلى هذه الفقرات في العمود الفقري. يقوم المعالجون في مركزنا بتدريب المرضى على تمرينات خاصة تساهم في زيادة المرونة والقوة العضلية في أماكن محددة من الجسم، والتأكد من عدم عودة ظهور الأعراض مرة أخرى. كما ويقوم معالجون بإجراء جلسات تصحيح وضعية الجسد وتقديم إرشادات مفصلة حول الراحة، والتي من شأنها أن تحدث تغييرات تفيد جميع المرضى لفترة زمنية أطول. إضافة لذلك، سيوفر المعالجون توجيهات حول التغييرات المناسبة لنمط الحياة والنظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية. تبلغ خطة العلاج الصحي للعمود الفقري عادة من 4 إلى 6 أسابيع، وبالإضافة إلى خطة العلاج لدينا برنامج لمدة عام واحد يشمل على المتابعة وإدارة حالات ظهور الأعراض مرة أخرى. قمنا بمعالجة أكثر من 100 مريض في مراكزنا بنتائج علاجية ممتازة. ترتكز طرق علاجنا ونهجه على الأدلة، ونساهم في شفاء المرضى من خلال تفعيل آلية الشفاء الذاتي في الجسم وتقوية العضلات دون حدوث أي نوع من الآثار الجانبية.